يقول أحدهم عن ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول: وددت والله أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. يقول: والله ما رأيته يدعو على أحد من خصومه، بل كان يدعو لهم. جئته يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه، قال: فنهرني واسترجع وحوقل وذهب إلى بيت الميت فعزاهم وقال: إني لكم مكان أبيكم، فسلوا ما شئتم. فسروا به كثيرا ودعوا له كثيرا وعظموا حاله ولسان حالهم: والله ما رأينا مثلك. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما ملك الإنسان إحسان. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. ماذا استفاد الحاقدون؟ ماذا استفاد الحاسدون؟ ما استفادوا إلا النصب، وما استفادوا إلا التعب، وما استفادوا إلا السيئات. والله لن يردوا نعمة أنعمها الله على عبد أي كان. ولله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. اصبر على مضض الحسود، فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن من عرف الحق هانت عنده التضحيات، فيتعالى على متع الحياة وعلى زخارفها، لأنه ينتظر متعة أبدية سرمدية في جنات ونهر، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فيقدم مراد الله على شهواته ولذائذه، ويقدم مراد الله على كل ما يلذ لعينه وما يلذ لقلبه، فيسعد في دنياه ويسعد في أخرى. في الأثر أن الله جل وعلا يقول: وعزتي وجلالي ما من عبد آثر هواي على هواه، أي قدم مراد الله على لذائذ نفسه، إلا أقللت همومه وجمعت له ضيعته ونزعت الفقر من قلبه وجعلت الغنى بين عينيه واستجرت له من وراء كل تاجر. ها هو أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دميم الخلقة، لكنه رجل أعطاه الله من الإيمان ما أعطاه، وما ضره أنه دميم الخلقة. تقدم ليتزوج من أحد البيوت، كلما تقدم إلى بنت رفضته لأنه دميم الخلقة ولأنه قصير لا ترغب فيه النساء. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أصحابه ويقول: يا رسول الله، أليس من آمن بك، أليس من آمن بالله وصدق بك يدخل الجنة ويزوج من الحور العين أو كما قال؟ قال: بلى. قال: فما بال أصحابك لا يزوجوني؟ قال: اذهب إلى بيت فلان وقل لهم رسول الله يطلب ابنتكم. فذهب إلى بيت رجل من الأنصار وطرق الباب عليهم، فخرج صاحب البيت فسلم عليه وقال: رسول الله يطلب ابنتكم. قالوا: نعم ونعمة عين، من لنا بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي نسب نريده غير هذا النسب؟ قال: لكنه يطلبها لي أنا. قال: الله المستعان، أو كما قال. ثم ذهب ليستشير زوجه فأخبرها بذلك، فقالت: رسول الله يطلب ابنتنا، نعم ونعمة عين. قال: لكنه يطلبها لفلان، وسماه باسمه. فما كان منها إلا أن ترددت وقالت: أما كان أبو بكر أو عمر أو عثمان؟ ألم يجد رسول الله غير هذا؟ وكانت البنت التقية العابدة الزاهدة التي تقدم مراد الله على لذائذ وشهوات النفس تسمع ذلك، فخرجت إليهم وقالت: ما بكم؟ قالوا: إن رسول الله يطلب لفلان. قالت: وما تقولان؟ قالوا: نستشير ونرى. قالت: أتردان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين تذهبان من قول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ادفعوني إليه فإن الله لا يضيعني. ويسمع الرجل وينتقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره الخبر، وتبرق أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم ويفرح بها ويدعو لهذه المرأة، ففازت بدعوته صلى الله عليه وسلم. قيل أن المال كان يأتيها لا تعلم من أين يأتيها، وفي ليلة الزفاف، ليلة الدخول
إذ بمنادي الجهاد ينادي يا خيل الله اركبي. هنا يقف موقف، أيدخل على زوجته في أول ليلة في كامل زينتها، أم يجيب داعي الله جل وعلا؟ ما كان منه إلا أن ترك هذه البنت وانطلق يطلب الحور العين، وذهب وانتهت المعركة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه فيقول: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا، وما فقدوا هذا الرجل خفي فقي. قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وما فقدوه. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: لكني أفقد أخي جليبيبا، قوموا معي لنطلبه في القتلى. ذهب يبحث عنه صلى الله عليه وسلم ووجده قد قتل 7 من المشركين وقتلوه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم على ذراعيه ومسح التراب عن وجهه وقال: قتل 7 من المشركين وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. لا إله إلا الله. ماذا قدم هذا الرجل؟ قدم قليلا وأخذ كثيرا وكثيرا وكثيرا. وها هو الشيخ الحامد أحد مشايخ الشام عليه رحمة الله، ذلك الورع التقي كما نحسبه، يتوفى أخوه الأكبر فيثني على علمه ودينه في يوم من الأيام، فيقولون له: كيف أولاده وزوجته؟ قال: لقد تحولت زوجته بالأمس إلى منزل آخر، والله ما رأيتها خلال 12 عاما وهم يسكنون معي في المنزل إلا يوم خرجت، وكانت مولية ظهرها لنا وألقت علينا السلام. تعيش معه ولم ينظر إليها ولم يجلس معها وهم في بيت واحد، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحم الموت، ألحم الموت. لقد آثر أن يكون خطيب جامع عن أن يكون رئيسا للقضاة في عهده فرحمه الله. وها هو صحابي اسمه أبو لبادة يختلف مع يتيم على نخلة كانت بين بستانين لهما، يدعي اليتيم الصغير أن هذه النخلة له، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليعاين المكان، فإذا النخلة في بستان الصحابي أبي لبادة، فيحكم بها لهذا الصحابي فتذرف دموع اليتيم. ما كان لرسول الله أن يغير حكمه أبدا.